بمناسبة أعياد نيسان المجيدة، أقامت مدرسة الشهيد سليمان هامبو المعرض الفني البيئي العلمي بعنوان طلائع البعث شبيبة الغد رجال المستقبل، ذلك ضمن خطة فرع طلائع البعث في اللاذقية، حيث ضم المعرض لوحات فنية من توالف الطبيعة ورسومات ومجسمات كرتونية وبقايا طبيعية وصناعية. هذا المعرض يأتي بعنوان طلائع اليوم شبيبة الغد رجال المستقبل، هؤلاء الرجال الذين نعول عليهم الكثير الكثير لأنهم سوف يقودون المجتمع في الأيام المقبلة. يتضمن هذا المعرض مجموعة من الأعمال العلمية البيئية والفنية، حيث يطرح موضوعات هامة أهمها تدوير بقايا الطبيعة وتدوير التوالف حتى تصبح هذه البقايا المرمية المهملة عند الطفل تصبح قيمة ويصبح لها هدفا تربويا أيضا، وتشكل لوحة جميلة يستطيع أن يستفيد منها الطفل في كافة مجالات حياته اليومية. هدف هذا الحفل اليوم، الحفل الفني، هو أول شيء تنمية المواهب للطلاب، كون المدرسة بتحتوي على وحدتين فنحن عززنا دور المنظمتين بالموضوع، كان في تكامل لدور منظمة طلائع البعث ودور منظمة اتحاد شبيبة الثورة لحتى عن جد نفسر الواقع ونترجم العنوان العريض، لأنه هي المدرسة بهي الوحدة الشبيبية أنه عم بيكون الطليعي عم يتأهل لحتى يكون فورا ينردف فورا للشبيبة، وهن هذون الشبيبة رديفين لحزب البعث العربي الاشتراكي. معرضنا ضمن احتفالات آذار ونيسان المجيدة جسدوا فيها الأطفال محبتهم للجيش ومحبتهم للوطن من خلال رسومات بسيطة، من خلال أعمال بسيطة وضعوا فيها كل محبتهم وكل امتنانهم لجيشهم ولقائد جيشهم. هذا العمل أنتج هذا المعرض الإبداعي الفني الذي نراه اليوم في هذا المعرض البيئي العلمي الفني. سوريا دائما عودتنا على التميز، على الإبداع، على الصمود، على التصدي، وقد سطروا الأبناء على المستوى العلم والتربية تزامنا مع انتصارات جيشنا الباسل. أطفال المدرسة جسدوا من خلال لوحاتهم التي تزين مدارسهم عن فرح الطفولة بلوحات فنية معبرة وأملهم بالنصر القريب للوطن الغالي سوريا. نحن أمنا الأرض عم تعاني من الوسخ البيئة، ونحن عم نعمل شغلات كرمال نحسن الطبيعة وتكون طبيعة آمنة، وكأطفال عم نشارك بالمساعدة في البلد، في بلدنا سوريا الحبيبة. بتشارك إنه شيء حلو ولنشر المعرض البيئي بالمدرسة هون، ولشارك ولطور هالمدرسة ولنزيد الحلا فيها، لأعبر عن طبيعة الوطن وأحافظ عليه، عبر عن حبي عن وطني، وبتمنى لكل الأطفال والشعب والسكان أن يحافظوا على بلدهم ووطنهم ومدارسهم. إقامة مثل هذا النشاط البيئي وزج الأطفال فيه لتعويدهم على حب بيئتهم وغرس القيم الإخلاقية في نفوسهم ليكونوا أفراداً فاعلين في محيطهم.